20. علشان ايه؟ علشان اعجب شاب يكون 35. ينفعوكي تشتري بيهم شيرز ولا حاجه بدل الجاكيته المقزعره اللي انت لابساها دي؟ مقزعره؟ انت عارفه الجاكيت دي براند ايه اصلا؟ ايه يعني؟ برشكا؟ برشكا؟ الجاكيت دي حبيبتي تشتريكي انت والشارع بتاعك. رد فعل كل بنت لما تبقى عروسه على حسب برجها. تعالوا نشوف. يا بختك متجوز احلى بنت في مصر كلها. زمان مصر كلها بتحسدك دلوقتي عليا. فرحي يا جدعان النهارده فرحي. عايز كل يبقى تمام تتشقلب كده في الفرح. بصي بصي يلا قلت لازم اعيش معاك مش عارفه ايه. فين يا جدعان بقى الاكل يا جعانة؟ قلت اللي اشتري رد فعل كل بنت لما تبقى عروسه على حسب برجها. بارت 2. لا لا مبروك ايه؟ لا مش دي الدخله اللي اتفقنا عليها. لا لا يا احمد مش دي الدخله اللي ناقصه. ما هو الدي جي ما يحطش الاغاني اللي احنا مزاجه. اقسم بالله لا الفرح هنا والله اللي عليك موقف في الفرح. ايوه هي دي. الله يكرمك انكد عليك وائل دريك بزول. بجد من كتر الفرحة حاسة إني عايزة أعيط والله العظيم عايزة أعيط من كتر ما أنا يعني أنا مش عارفة أوفر أوي يعني بجد. مش كل عملنا زفة عربيات وخلاص يعني ومن الصبح من الساعة 10 الصبح في الكوافير والله العظيم حاجة آخر أوفر. بصي يا عم أدي الزينة وأدي الزينة يا عم. يا لهوي على الأوفر يا لهوي. ردي الهدوء لحظة بقى أنا مين خايفة منها؟ مش عارفة أرمي أم البوكيه ده نصفي ولا صاحبتي ولا لا لا مش قادره من كتر الرقص. مش كل اغنيه بحبها اكتر من اللي قبلها. ويا ترى بقى اميره من انهي نوع؟ انهي نوع؟ عندك شعر سحري؟ لا. ايدين سحريه؟ لا. انت والحيوانات بتتكلموا؟ لا. اتسممتي؟ لا. ملعونه؟ لا. اتخطفتي واتسجنتي؟ لا. انتوا كويسين ولا بلغ البوليس؟ ايه ده؟ فين بقيه الشبكه؟ ده خاتم الماظ. خاتم الماظ ايه القرف ده؟ جايب لي كاس الازاز وتقول لي شبكه؟ ده اتنين قرات؟ اتنين قرات وانا بشتري فدان النهارده. بدل ما تجيب لي طعم دهب يملى صدري. فرحيني يا اختي، فرحيني في ايه؟ في ايه قولي لي؟ دي جوزها بيشتغل فين؟ لا في المديريه. سمعتي عن العصابه اللي بيخطفوا النسوين؟ اربع انواع من الرجاله. اول ما تشوفيهم اهربي اهربي بجد. اول واحد اللي يقولك حبيبتي ماتت عشان هي ما تبقاش ماتت ولا حاجه، هو اصلا بيبقى بيخونها معاكي. انا بجد ما اعرفش ايه احساسك وانت حبيبك بيقول عليك انك متي في حادثه عشان يعرف يشقط واحده. صباح الخير. انا صحيت اهو. عادي اهو، يوم لذيذ اهو. رمضان ماله؟ رمضان كريم اهو. عادي جانا طبيعي في رحله. مين ده اللي لوحده؟ ما فانوسي معايا. عادي 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 اهو. عادي 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 ما انا عادي اهو بعمل فطار. طلعت الوصفه واقف بعملها اهو. رز بسمتي اهو ورز عادي اهو وحرقت الفرخه اهو 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 والفانتينالا اهو بعد الفطاره لابس وخارج اهو. اوبا خلاص مش خارج اهو. بطلب دليفري اهو. مبروني حبيبي. عادي 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 اهو. عادي 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 عادي. ما انا عادي اهو. واجواء رمضان مسلسلات وكنافه. انا مش زهقان كول اهو. بلعب طاوله بكسب نفسي اهو. ما انا حريف اهو. القطوع ايه اهو. رجعنا لكم بعد الفاصل. اتمنى تكونوا الفيديوهات اللي شفتوها عجبتكم وابسطتكم زي ما هي اساعدتني انا شخصيا. اغلب تواجدنا على المنصات الالكترونيه واحد زهقان فبيخش شويه يعمل سكرول ويقضي وقته، واحد بيكسر الروتين،
بس قليل جدا اللي بيبقى موجود علشان يعمل لنفسه كارير ويعمل لنفسه اسم ويعمل لنفسه، ما بيستناش الفرصه اللي بتجيله هو بيسعى لها. احنا النهارده معانا ضيفه مشرفوني في ضيافه، حسناء حسن ممثله الصعيد. اهلا بيكي حسناء. اهلا بيكي يا رب. منورانا. ده نورك والله حبيبه قلبي. حابين نعرف جمهور ضيافه بيكي اكتر النهارده. انا حسناء عبد الناصر، اصلا خريجه ليسانس اداب بس اتجهت للتمثيل ودرسته، وحاليا انا تيك توكر. منورانا. تسلمي لي يا حبيبتي. في البدايه حسناء عايزين نتكلم عن التيك توك، تمام؟ انت شعبيتك او شهرتك كانت من خلال التيك توك، تمام؟ اشمعنى اخترتي المنصه دي دونا عن يعني انا من وجهه نظري الفيسبوك اكثر شعبيه، تمام؟ ماشي، يعني كان ممكن تتجهي على الفيسبوك او شويه تروحي انستجرام او اي منصه، اشمعنى اخترتي تيك توك ان هو يبقى زي ما بيقولوا ايه شاشتك اللي بتعرضي عليها شغلك او بتعرضي عليها موهبتك؟ بصي، هي السوشيال ميديا عامه ما كانتش اول اختيار ليا، انا رحت مكاتب كاستنج كتير بس ما توفقتش، كانت الدنيا مش لطيفه قوي، عشان كده اتجهت للسوشيال ميديا. وطبعا شفت ناس كتير مشاهير ولقيت ان تيك توك اكتر حاجه بتشهر اسرع، فحبيت ان انا اختصر وقت وادخل التيك توك ده يعني. يمكن كمان من الاسباب ان انت ممكن تكوني اخترتي التيك توك من وجهه نظري ان هو جه فتره زمنيه بقى هو ترندي رقم الكورونا. واحد فتره الكورونا، صح؟ الواحد بصي من كتر الفراغ حتى الممثلين والمشاهير بقوا عندهم يعني فراغ، فالمنصه اللي بالنسبه لهم كانت التيك توك. ده حقيقي، انا كنت ناسي البوينت دي فعلا، انا دخلت التيك توك فتره الكورونا اصلا. ده حقيقي. يعني انت بقالك قد ايه؟ حوالي 6 شهور بس. يعني فعلا من اول ما كورونا وقعدنا في البيت قلت ايه ما اسلي نفسي بقى. ايوه، قلت ايه المشكله بقى مفكر في السوشيال ميديا، لان انا كنت نو واي اصلا افكر في السوشيال ميديا، بس لقيت لا ليه اجرب وسيله ممكن توصلني لحلمي بشكل اسرع يعني. طب ايه اللي خلاكي ان انت تتغاضي عن الفكره دي؟ يعني انت برضو من زمان اكيد عندك اكونتات فيسبوك وانستجرام والكلام ده. ليه ما جاتلكيش الفكره ان انت تبداي في حاجه تنزليها عليهم؟ لان انا اصلا ما كنتش بفكر ابقى ممثله، انا لسه عارفه ان انا عايزه ابقى ممثله يا دوبك من سنه بس. كنت قبل كده كنت بتعملي ايه؟ كانت دراسه بقى وحياه روتينيه الممله وبس، حياه من غير اي هدف، حياه عاديه. فاصلا هو البني ادم بيقعد فتره او وقت على ما يقدر يعرف هدفه ايه. بالظبط. طب انا عايزه اسالك، انت بتقولي انت مش دراستك تمثيل، بس انت اثقلتيها بالدراسه والورش والكلام ده، كلميني شويه عن الموضوع. يعني انت خلاص قررتي من سنه انا خلاص عايزه ابقى ممثله، تمام؟ فايه الستبس اللي انت عملتيها؟ روحتي ورش؟ روحتي معهد السينما مقيده في السينما؟ عملتي ايه؟ بصي، انا هبدا معاكي الاول، امتى اصلا حسيت ان انا عايزه امثل؟ هو كان موقف طريف قوي كده، اللي هو عارفه لايك حسيت ان دي اشاره، فاهمه؟ كنت خارجه انا واهلي على كوبري قصر النيل، وبعدين لقيت ولد نزل من عربيته وجه عشان يتصور معايا، وانا واقفه عادي، انا كنت بتصور، فنزل قال لي يا فنانه انا عايزه اتصور معاكي، ولقيته مبسوط قوي، فكاني بيقول انا بشوفك على التلفزيون والله. كان بيشبه عليكي. بيشبه عليا. فانا لقيت والدي جاي بيقول له في ايه يا ابني مالك، ما فاكره بقى يعني واحد بيعاكس. فقلت له يا بابا ده هو فاكرني ممثله. فبابا قال له لا يا حبيبي ما بتمثلش، يلا اتفضل مع السلامه. فانا عارفه بقى زي تامر حسني كده، حسيت ان دي اشاره. حبيت الموقف، حسيت هبقى مبسوطه فعلا ان في عندي فانز ومشهوره وكده. دي كانت اول نقطه بقى، حبيت الشهره. حبيت الشهره. بس انت في البدايه نقدر نقول ان انت لما دخلتي كنت حابه الشهره، بس بعد كده اتغيرت يعني. بالزبط. انا يعني هيخليني ده انتقل لسؤالي الثاني، لما بنسمع منصه تيك توك بنات بترقص بتعمل لابسنج مش عارفه ايه، لا حسناء على التيك توك مش كده خالص. ايوه ده حقيقي فعلا. ايه اللي خلاكي بقى ان انت تبقي يعني مش زي الترند اللي ماشي دلوقتي، طالما انت كنت في البدايه بتدوري على الشهره؟ بصي، وانا عامه ما بحبش ان انا ابقى شبه الناس، بحب يبقى ليا ماي اون ستايل. بلس لما بدخل اي مجال، لان ده مش اول شغل ليا، اشتغلت قبل كده في شركه سياحيه وكذا مجال، وكنت ببقى مبدعه فيهم الحمد لله يعني. فلما دخلت مجال، لما حبيت الشهره قلت ايه اللي يخليني مبدعه بقى هنا؟ فقررت ان انا اتعلم. عايز تعملي حاجه مميزه لحسناء، مش زي الباقي. ده حقيقي، انا كان نفسي ابقى مغنيه اصلا، بس انا صوتي وحش يعني. بس نفسي. بالظبط، انا حبيت الشهره فلقيت هي الغنى والتمثيل، فالحمد لله ربنا ما كرمنيش بصوت حلو يعني. فبس قررت. بس ربنا عوضك اكيد يعني، احنا بنشوف موهبه في الفيديوهات بتاعتك، انت بتبدعي بتعملي مجهود. تسلمي لي يا حبيبتي. مش اللي هو لابسنج وخلاص او بتطلعي ترقصي وبتاع، لا انت بتأدي اداء. ده حقيقي. خلينا نتكلم، طيب انت خلاص دخلتي مجال التمثيل، كلميني عن مسارك الاعلى في التمثيل يا حسناء. في التمثيل لحد علمني ولا كممثل مشهور؟ لا كممثل مثلا، انت عايزه، انا عايزه اوصل تامر حسني، عايزه انت فاهماني زي انت بتقولي عايزه ابقى حد في يوم من الايام. انت اوكي مش بيبقى ليكي يور اون ستايل، بس نفسك اوصل لفلان، نفسك ابقى. هو كممثله باخدها بالنسبه لي قدوه هي شاديه. انا بحسها قدوه جدا، لان هي تلعب كل الادوار بشكل مختلف.
انتي خدتي تجارب دراميه او حاجه يعني مثلتي حاجه ولا كان كله على التيك توك؟ لسه مفيش حاجه ليكي تمثيليه صريحه؟ لا لسه ما عملتش تمثيليه صريحه، بس انا بقرا سيناريو ان شاء الله لو عجبني باذن الله هدخل فيه. ده خبر حصري بقى لليوم ان شاء الله. الحاجه اللي بتجهزيها. طيب احلام حسناء هي ما كانش في دماغها خالص التمثيل، دلوقتي بقى بتسعى للحلم ده، نفسك تحققي ايه ماشي ونفسك تعملي ايه في حياتك بالنسبه للمجال العملي؟ مجال العمل انا مش هقول لك ان انا عايزه ابقى مشهوره عالميا، انا عايزه ابقى مشهوره في الوطن العربي كممثله بموهبتي مش بشكلي، او عشان كده لما دخلت التيك توك ما حبيتش خالص اظهر بشكلي. لا بموهبتي، عشان كده درست قبل ما ادخل التيك توك واعمل ليفسينج وكده. يعني الورشه اخذت منك قد ايه؟ 3 4 شهور. طبعا استاذ محمد حامد لازم اذكر اسمه لان هو معلمي اول حد امن بيا. ودخلت الورشه دي له الشكر طبعا من خلال البرنامج. طبعا ده هو بجد معلمي وامن بيا جدا، فهو وقف جنبي قوي في الورشه. بس دي كانت اول بقى بدايه ليا، وطلعت تاني على الورشه رغم ان انا كنت اكتر حد فيهم ما عندوش اي خبره قبل كده. انا عايزاكي من خلال برنامجي النهارده توجهي شكر للاشخاص اللي دعموكي، للاشخاص اللي وقفوا جنبك وامنوا بموهبتك. احنا في ناس كتير قوي في بدايه مشوارها يا عم ده ما بتعرفش تمثل، انت فاكره نفسك فنانه. طبعا خلينا نسيب الناس السلبيه دي ونوجه شكر النهارده، نختم بيه حلقتنا مع شكرك للناس اللي فعلا دعموك ووقفوا جنبك. هي عامه الناس السلبيه رد عليهم هو وجودي هنا النهارده في الحلقه. اكيد اكيد. هو احسن رد على الناس. الله يخليكي يا حبيبي نوراني. احسن رد على منافسينك او احسن رد على اعدائك هو شغلك وهو نجاحك. رحيم. دي احسن طريقه ترد بيهم. خلينا نشكر الاشخاص اللي انت عايز تشكريهم سريعا ونختم حلقتنا. طبعا كل الشكر لوالدتي، ربنا يخليها لك. والدتي علشان هي فعلا اكتر حد وقف جنبي في حياتي، هي ووالدي ربنا يخليهم. يعني بابا وماما فعلا مش من الاهالي العاديه، لا فعلا بيقفوا جنب عيالهم وعيالهم جدا، حتى لو كان موهبه صغيره لا انا اقف مش هستهتر بابني او بنتي. ده حقيقي. انت بتشوف انت عايز ايه واحنا معاك. وطبعا برضو بشكر رضوى اختي ورويدة لانهم برضو بيسبورتني جدا، وصحابي طبعا ربنا يخليهم لك يا رب. سلامي. احنا مع الاسف يا حسناء يعني زي ما انا قلت الوقت الحلو جدا بيجري هوا ما بنحسش بيه. والله يجري بسرعه الوقت. جميل جدا معاكي. استمتعت جدا حبيبه قلبي، استمتعت جدا بوجودك وبشكرك على تواجدك النهارده في الضيافه دي، مش اول ولا اخر مره هتنورينا ان شاء الله يا حبيبتي. انا بشكركم جدا 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 على مشاهدتكم لينا، ومع الاسف خلص وقت الضيافه اللي بيجري بسرعه، بس الضيافه لسه مكمله. استنونا الاسبوع الجاي يوم الاحد الساعه 1. تصبحوا على خير.